بصبح عليكم مره تانية. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون مائل للبروده صباحا ومائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه، ومائل للدفء على السواحل الشماليه الشرقيه، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، انما شديد الحراره على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبروده على اغلب الانحاء، والنهارده كمان في شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في نشاط للرياح على اغلب الانحاء. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 29 والصغرى 18، العاصمه الاداريه 29-17، اسكندريه 27-17، العلمين الجديده 26-16، مطروح 26-16، دمياط 24-15، بورسعيد 24-16، الاسماعيليه 29-18، السويس العظمى فيها 29 والصغرى 18، العريش 25-15، كاترين 24-10، طابة 27-20، حلايب 28-22، شلاتين 31-22، شرم الشيخ 31-23، الغردقة 31-21، الفيوم العظمى فيها 30 والصغرى 17، بني سويف 31-15، الوادي الجديد 34-22، أسيوط 33-16، سوهاج 34-17، قنا 35-21، الأقصر 35-21، أخيرا أسوان العظمى فيها 36 والصغرى 23. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية هنرجع لأحمد ومنا نكمل معهم باقي فقراتنا. بشكرك يا لاميا، وأعتقد يعني 29-18 القاهرة، فالجو هيكون لطيف برضو النهاردة. خلي بالك هتبقى كلمة مائل دي موجودة معاك في كل حاجة، يعني الصبح بدري مائل للبرودة، باقي النهار مائل للحرارة، هو الربيع، بالليل خلي معاك جاكيت بس. حاضر، أسمع الكلام. أسمع الكلام. شكرا ليك يا لاميا.